السلام عليكم حبيباتي ان شاء الله تكونوا كامل غايه وبصحه جيده اليوم جبت لكم فطائر المقلات السائله الاقتصاديه وبحشوه مميزه المقادير عندنا 3 كيسان فرينه نقابلهم ب 3 كيسان ماء بارد عادي عندنا ملعقه صغيره ملح عندنا رشه اعشاب منسمه ملعقه خل ملعقه زيت ونميكسوهم في الخلاط حبيباتي الخليط تاعنا بعد ما وجد نوجدو مقلة تكون ما تلصقش نديروها تحمى ونمروا الى طريقة الطهي لاحظوا معايا في الصور
هنا يا حبيباتي، بعد ما كملت الفطائر مريت الحشوة اللي هي عندي بلون دو بولي مفروم، عندي كرم مفروم، عندي بصل مفروم، عندي زيتون مقطع الى شرائح، والتوابل هي فلفل احمر، اعشاب منسمه، زنجبير، حرور، ملح. هاد الحشوة تجي بنينة واقتصادية وفيها خضار، يعني كيما نعرفوا الكرم الاطفال ما يحبوش، نحاولوا ندخلوه لهم في وصفات كيما هكا باش ما يفيقوش به، ونديروها طيب مع إضافة 4 ملاعق زيت طبعا، ونخلوها تتقلى ونخلطوهم هكا نورمال. ومن بعد نزيدو كي تنشف شوية نزيدو لها الجبن طري أو أي نوع من الأجبان، وكريم فريش باش تجينا ما تجيناش ناشفة، ستادير الكريم فريش تخليها طرية. بالمناسبة حبيباتي، نتمنى منكم الاشتراك واللايك والدعم للقناة، لأني جديدة في هذا المجال ومبتدئة، وكاش غلطة ولا نورمال مع الوقت نتحسنوا إن شاء الله ونقدموا المزيد ومزيد من الوصفات. ولا بغيتوا أي روتينات ولا جولة ولا في المطبخ ولا أي ركن من المنزل نقدمها لكم وطلبوه مني، ولا أي وصفة، ولا إن شاء الله تكونوا إخواتي، لأني أنا البنت الوحيدة عند أمي، ما عنديش خواتاتي، إن شاء الله نلقاهم في هذه القناة. هي قناة مجرد ترفيهية، مانيش نحوس على المدخول ولا، يعني باش نلقى يعني العائلة الثانية نتاعي، وهذه هي. وشكرا مسبقا. وبالنسبة للفطائر، هذه هي طريقة التحضير. نعمروا هذوك الفطائر بالحشوه ونغلقوا عليهم كل اللي رانا نديرو في الطاكوس، ونديروا المقلاه تسخن، ايضا مقلاه تكون تاني ما تلصقش. نقدروا ندهنوها بشويه زيت ولا زبده، ولا نخلوها هكا عادي. هما لهنا راهم يطيبوا على نار متوسطه الى عاليه، ورافقت معاهم حبيباتي شويه بطاطا مقليه. بطبيعة الحال بطاطا الأطفال ما يستغنوش عليها، وها هما لا فطائر تاعنا حاضرين، تجي حشوة لذيذة وطرية من داخل. وهذه يا حبيباتي، هذا هو طبق التقديم. إن شاء الله يكون نال إعجابكم، وإلى الملتقى إن شاء الله. مع السلامة.